وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباجين الأزمة في مناطق شمال سوريا بأنها طويلة الأمد. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، طالب تشاباجين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء آثار الزلزال في سوريا، وأكد عدم قدرة أي منظمة على الاستجابة للكارثة بشكل منفرد. نقوم حاليا بتقييم إمكانية إقامة مستشفى ميداني داخل سوريا، وهو أمر لازم في هذا الوقت. ما رأيته في حلب هو أزمة تلو الأزمة، فالزلزال ضرب منطقة مدمرة أصلا، لذلك بدأنا بحشد الجهود الدولية لإغاثة تلك المناطق. أكثر المشاكل التي تواجهنا هي أزمة الوقود والكهرباء. في حلب كان هناك تفشٍ للكوليرا قبل الزلزال، توفير الماء والأدوية من القضايا الملحة في هذا الوقت. علينا أيضا أن نولي اهتماما للبنية التحتية، فهذه أزمة متفاعلة. قال مدير منظمة الصحة العالمية أنه زار المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وشهد مجتمعات مدمرة بالكامل ومعاناة لا يمكن وصفها، وأضاف أن المنظمة تقدم للناجين الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الصحية الدورية والدعم النفسي في ظل ازدياد مخاطر الأمراض المعدية. بالأمس عدت من الجمهورية العربية السورية في المناطق المتضررة من الزلزال المروع الذي وقع الأسبوع الماضي. رأيت مجتمعات مدمرة بالكامل ومعاناة أناس لا يمكن وصفها، كما شاهدت الشجاعة والتصميم من الأشخاص الذين تمسكوا بالحياة وكذلك المنقذين. منظمة الصحة العالمية تقدم الرعاية للناجين الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة في الزلزال، سواء بالنسبة لانخفاض حرارة الجسم والصحة النفسية والاحتياجات النفسية وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، كما نقدم لهم الرعاية الصحية المستمرة. ينضم إلى شارك نشطاء ومواطنون سوريون في وقفة احتجاجية بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي للمطالبة بتحقيق العدالة الإنسانية في توزيع المساعدات، وأعرب المشاركون في الوقفة عن إدانتهم لتسييس المساعدات وتأخر الدول والمنظمات الدولية في إغاثة العائلات المتضررة من كارثة الزلزال في مدن الشمال السوري، وطالبوا بسرعة تقديم المساعدات لمنكوب الزلزال الذين يعيشون أوضاعا مأساوية منذ 12 عاما، مؤكدين أن هذه الأوضاع زادت سوءا عقب الزلزال الذي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف. طيب، الوقف اليوم عم طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدخول مساعدات لشمال غرب سوريا بعد الكارثة اللي حصلت. طبعا الوضع كتير سيء، نحن منكوبين بشكل كامل، ما تم تقديم أي مساعدات لشمال غرب سوريا، تم تهميش هي المناطق من 12 سنة ولحد الآن مهمشة هي المناطق. ليش نحن بنفهم السبب؟ ليش نحن يعني ما نحن بحاجة إنه نعيش كناس كبشر مثل أي بشر موجودين بكل دول العالم؟ بالحقيقة الوضع الكارثي عندنا في شمال غرب سوريا بعد الزلزال المفروض يكون الاستجابة له إنسانية، استجابة طارئة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية. الحقيقة أنه الثورة السورية كشفت عورات الأمم المتحدة بهي الظروف اللي كتير صعبة، وبنفس الوقت كان في ناحية إيجابية بصراحة. هاي الناحية الإيجابية تجلت وتجسدت بالتآخي بين أفراد المجتمع السوري، حالة التكافل الاجتماعي اللي ظهرت يلي غابت كتير عن الساحة بسبب ظروف الحرب بهالسنوات الطويلة اللي قضيناها. أكيد الدفاع المدني له مكانة كتير كتير كبيرة في قلوبنا، وزادت أكتر وأكتر حاليا في هاي الظروف. ينضم إلينا عبر الإنترنت من الريحانية رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري. سيد رائد، مرحبا بك. سيد رائد، إذن كثير من التطورات في مناطق الشمال السوري المتضرر من هذه الكارثة، كارثة الزلزال، ولكن أتمنى أنك قد تابعت، كانت معنا متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة قبل قليل وقالت إن هناك مساعدات تصلكم وإن الأمم المتحدة تعمل على فتح مزيد من المعابر، وأن يعني الأمم المتحدة لم تتأخر عن نجدة المنكوبين من الزلزال، وحتى عندما تحدث السيد مارتن جريفينث بشأن خذلان المجتمع أو خذلان الأمم المتحدة كان يقصد المجتمع الدولي وليس الأمم المتحدة، كيف تابعت ذلك؟ هي حقيقة يعني ما فعلته الأمم المتحدة خلال من بداية الزلزال إلى الآن يعتبر فضيحة.
يعتبر فضيحة في حق هذه المؤسسة. التضليل الذي مارسه مسؤولو الأمم المتحدة، ومنهم السيدة، لا أعلم ماذا اسمها، لم أتابع ما تكلمت، لأنه حقيقة متابعة كلام مسؤولي الأمم المتحدة اليوم أصبح بمتابعة ال 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 يعني لا أجد كلمات كافية حتى يعني أنا أوصف ما العاملين الآن أو المتحدثين باسم الأمم المتحدة، حيث أنهم كل يوم ينشرون معلومات مضللة منذ بداية الزلزال إلى الآن. دعني أقول لك، إلى الآن لم تصل مساعدات كافية، المساعدات التي وصلت هي لا تغطي 10% من نسبة الاحتياج. هم كل يوم يرسلون 10 سيارات أو 6 سيارات أو 12 سيارة، لماذا؟ حتى تكون على الأخبار موجودة أن الأمم المتحدة أرسلت مساعدات. هذا هو الواقع، هم لا يستطيعون أن يتكلموا الواقع. هم اعترفوا بفشلهم، وهو عندما تحدث السيد مارتن جريفيث، تحدث معي في الاجتماع قبل أن يكتب التغريدة، قال لي في الحرف الواحد قبل أن تبدأ كلامك، وانتبه لهذا الكلام، قبل أن تبدأ كلامك أريد أن أعتذر عن ما فعلته الأمم المتحدة. لذلك إذا كان غير مطالب بالاعتذار يمكن أن أتحدث بالباقي، لأنني سأعتذر مباشرة بعد الانتهاء. وجاء أحد صاغ هذه العبارة الاعتذار الفاشلي. لذلك نحن لا نطالب فقط في الاعتذار، الاعتذار هو بداية، نحن نطالب بفتح تحقيق دولي. أيضا للمعلومة السيدة، يعني دعيني أقول لك، البارحة كان هناك اجتماع للمنظمات السورية، ووكالات الأمم المتحدة هددت المنظمات السورية العاملة بشمال غرب سوريا، وهذا ليعلم الجميع، هددتهم، وأنا كتبت على حسابي في تويتر، هددتهم بأن يختاروا المكان الذي يقفون به. ماذا يعني هذا الكلام؟ بأنه إذا بقيتم تنتقدون دور الأمم المتحدة فلن نعطي لكم التمويل. ولذلك أنا ليس أدعو كافة المنظمات السورية الآن لأن تقاطع العمل مع الأمم المتحدة، وإلا يجب أن يتوقفوا عن ابتزاز السوريين، يجب أن يتوقفوا. يخرج اليوم السيد جير بيدرسون من دمشق ويقول نحن نطالب بعدم تسييس المساعدات. من يسيس المساعدات؟ الأمم المتحدة فقط هي من تسييس المساعدات. قطر والسعودية أدخلت المساعدات عبر باب السلام ومعبر باب الهواء، لم تكن بحاجة إلى موافقة، هاي إلى موافقة بشار الأسد. السيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش لديه الصلاحية في إدخال المساعدات بدون العودة إلى مجلس الأمن، بدون العودة إلى مجلس الأمن. ودعني أقول، لا، استجابة المجتمع الدولي أفضل بعشرات المرات من استجابة الأمم المتحدة. ما الذي يعنيه نحن من تهديدكم اليوم الأول سيد للزلزال. رائد؟ يعني ما الذي يعنيه تهديدكم بهذه الطريقة؟ كيف تم التهديد؟ ولماذا يطلق هذا التهديد في هذه اللحظة؟ حقيقة هم لا يريدون أن يسمعوا انتقاداتهم، هم تعودوا أن يعملوا بيروقراطية تقتل الناس، هم لا يريدون أن يحاسبهم أحد. آلياتهم وطريقة عملهم البالية التي عمرها عشرات السنين، التي لا تتأقلم مع حجم الكارثة اليوم بشمال غرب سوريا، يريدون أن نسكت وأن نصمت، يعني نموت تحت الأنقاض، ولا يرسلون الفرق ولا يرسلون المساعدات، ويتأخرون عن المساعدات 4 أيام، وبعدها يقولون يجب أن تصمدوا كسوريين. نعم، يجب ولكن ما الذي يجعلك تعتقد أن هذا التهديد هو توجه مؤسسي ولم يكن فقط رأي فردي من هذا الشخص الذي كان يتحدث أو ذاك؟ لا، ليس كان شخص، هو كان فريق من الأمم المتحدة، كان هناك ممثل من الWFP، كان هناك ممثل من UNHCR، كان هناك ممثل، هو فريق SSG الذي زار أدلب وزار حلب، كانوا في عفرين. قلنا لهم تفضلوا وزوروا جنديرس لتروا حجم الدمار بأعينكم، قالوا لا، إدارتنا لا تسمح لنا أن نذهب إلى جنديرس. لماذا لا تسمح لهم بالذهاب إلى جنديرس؟ كانوا في سرمدة، اجتمعوا على بعد 300 متر من مكان الدمار. قلنا لهم بعد انتهاء الاجتماع زوروا مكان الدمار في سرمدة، قالوا إدارتنا لا تسمح لنا. أنا لا أعلم حقيقة ماذا يفكرون وكيف تعمل الأمم المتحدة. يجب ليس اليوم لا نطالب فقط، يعني إذا كنا واقعيين ومنطقيين لا يجب أن نطالب
بالتحقيق بالمقصرين. لا، يجب أن نطالب بتغيير آلية العمل الإنساني في الأمم المتحدة، لأنها تساهم بقتل الناس. نحن هذا في سوريا شاهدناه، لا نعلم ماذا فعلوا بإفريقيا وبهايتي وغيرها من المناطق التي استجابوا لها سابقا. يمكن الناس لم تتحدث في تلك المناطق، ولكن نحن لن نصمت عن هذا الأمر، ولن نصمت ولن نصمت ولن نصمت. هذا لتعلم الأمم المتحدة بأنني وأنا شخصيا، ولو كلفني الأمر مهما كلفني، ولو كلفني أن أترك وظيفتي أو أن أترك عملي أو أن أي شيء، لن أتخلى عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في موت السوريين في الزلزال الذي حدث في شمال غرب سوريا. وأنا أقول الآن أن الأمم المتحدة هي من تسيس المساعدات، لأن الأمين العام للأمم المتحدة، هناك دراسة قانونية تقول هو لديه السلطة لفتح المعابر ولإدخال المساعدات الإنسانية، وهو لم يستخدم هذه السلطة لمدة 7 أيام وانتظر موافقة بشار الأسد. هذا إذلال للسوريين في شمال غرب سوريا، السوريين الذين قتلوا في شمال غرب سوريا تحت الأنقاض بسبب انتظارهم موافقة بشار الأسد الذي قتلهم في الكيماوي قبل 10 أيام. قبل 10 أيام صدر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقول أن بشار الأسد استخدم براميل متفجرة في دوما. البرميل المتفجر هو أيضا يحدث زلزال في المنطقة. نعم، ولكن أعود بك سيد رائد مرة أخرى إلى هذه النقطة. هذه نقطة في غاية الأهمية، لا يمكن أخذها هكذا دون الوقوف على تفاصيلها. عندما يقوم فريق من الأمم المتحدة بتهديدكم أو بالحديث بلغة تهديدية بأن اختاروا فريقا لتقفوا إلى جانبه في تلويح واضح منه كما تقول بقطع المساعدات عنكم إن لم تتوقفوا عن انتقاد استجابته لهذه الأزمة، فذلك يستدعي الحصول على أسماء. من الذي فعل ذلك؟ أي جهة تحديدا من داخل الأمم المتحدة هي التي قامت بهذا التهديد؟ ما الذي قيل؟ تحدثت أنا عن الفريق وقلت فريق الاس اس جي الذي أرسلته الأمم المتحدة إلى إدلب وإلى عفرين، هو من قال على المنظمات السورية أن تختار مكانها الصحيح. ماذا يعني هذا؟ كان تلويح واضح بأنهم هم مزعوجين، نحن مزعوجون جدا من الانتقادات التي وجهت لنا. هكذا بدأ الحديث، وبعدها يقولون نحن لا نستطيع، نحن يجب على المؤسسات السورية أن تختار مكانها الصحيح لكي تحصل على التمويل أن تصمت. نحن لن نصمت، ليكن هذا بعلمهم، ونحن سنعمل على هذا الأمر وسنعمل بأكثر من ذلك. وهم ستأتي الأيام ونحن مستمرون، إن لم يغيروا طريقة عملهم في سوريا سنستمر بالعمل وسنستمر بالمطالبة، وسنجتمع مع وزارة مع الدول الفاعلة بالأمم المتحدة، مع الدول الفاعلة في معظم أنحاء العالم لكي نضع لهم بالصورة. حقيقة هذه الوكالات الأمم المتحدة أثبتت فشل ذريع في الاستجابة للكارثة الإنسانية في سوريا، وهم اليوم تحدث قبل قليل السيد رئيس الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم، هل تحدث عن الشمال الغرب في سوريا؟ وإنما تحدث رئيس الصحة العالمية اليوم قبل قليل في تقريركم الصحفي، عن ماذا تحدث؟ تحدث عن حلب. أنا سعيد جدا أنه زار حلب، وسعيد جدا أن تصل المساعدات إلى أهلي بحلب، ولكن من دمر حلب قبل أن يدمرها الزلزال؟ نعم، وضحت دمرها الفكرة. من؟ دمرها بشار الأسد بالبراميل والصواريخ التي استخدمها في 2016. دعني أقول لك هذه المعلومة، أحصي عدد المباني التي دمرت في مدينة حلب وعدد المباني التي دمرت في مناطق أخرى، في مثلا في جبلي أو اللاذقية التي لم تتعرض للقصف، ستجدين عددها أضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأن حلب تعرضت لزلازل بقصف. وكلنا إذا عدنا إلى 2016 كيف تحدث السيد بان كي مون بأن روسيا استخدمت لأول مرة وضحت الفكرة ضد المباني. وضحت الفكرة سيد رائد الصالح، شكرا جزيلا لك، وأذهب مباشرة